مشرف لك أنا هون عملكن أنا هون خدوني وقتلوا الكبار قبل الصغار أنا هون يا كلاب أنا هون عملكن لك اقتلوا عندي ثلاث اولاد اقتلوا الثلاثه لا تعصبوا عملكن اقتلوا اقتلوا لك اقتلوا سهلة. أنا أخو لأرجومانت يالدرم مارت. مرحبا مارت. أنا وين شايفك من قبل؟ التقينا بكم محل من محلات التسلاية والبسط. أكيد بتمنى نلتقي وكون واثق أنه أنا وياك رح نتسلى أكتر وقتها. وهلأ دلني على الطريق سيد مارت. كون واثق اني رح دلك دائما على الطريق الياس دائما. يلا امشي معي. عودي يا الماز بس هالضربة وبجي لعندك. أرجومانت بس هيك عيب. ممكن أساساً أنت اللي عملته العيب. لو بتنادي للسي آي اي لحتى تجي وتضرب الطابع عنك. اللي ليش عم تتعب حالك أرجومانت بيك؟ إجي الياس اللي حابب يموت. إيه صح أخي واضح إنه حابب يموت. حابب مزبوط بس ما اجيتوا لعندي مع اني عطيتكن العنوان. اصلا مارت اجا في مرة انقذت حياتك المرة يلي عم تتسلى معها. هلا شوفي يا الماز ليش اجيتوا؟ هلا اجينا لنقلك انه حابين نشوفك على الطاولة قريبا. مين اللي مو حابين؟ نحن عائلة شاكر بيلي. ما اتفقنا. قلت ليالمز على التليفون إذا بدي إجي لازم يكون الكل موافق وإلا انسوا الريس خضر وأخوه كمان وحتى انسوا ابنه. أرجومنت بيك أنا وصلت كلامك كله لأونال بيك. أونال بيك قال أرجومنت بيك رجل منطقي. مثلاً لو كان أرجومنت بنفس الوضع مارت أكيد ما رح يصوت بالموافقة على هالقرار أبداً. بالنتيجة الشخص اللي بيخون عيلته بيقدر يخون الطاولة بكل سهولة. لهيك الأصدقاء اللي على الطاولة مشان الياس وقلب أصلان بيطلبوا منك
إنك تقبل رفضهم. شو رأيك مارت؟ معقول؟ يعني بصراحة قال أونال بيك لو أنت بهالوضع هاد ما كنت رح أقبل، ما رح أقبل نهائيا. هلأ بهالوضع لأنه ما تحقق يلي بدك إياه بالضبط تقدر إنك تطلب شي تاني، وهذا اللي عم فكر فيه أنا. شو اللي لسه بدكم تطلبوه؟ يلماز، اجيت لهون من شان ما يموت الرئيس خضر، بس بما انه اجيت ليش جبت الياس معك؟ من شان قتله يعني؟ بحلف لك انا اجيت لهيك. ليك هلأ اذا قتلتني وقعدت على هديك الطاولة اكيد رح تلاقي شخصين على القليلة يقولوا عنك شهم. انت شو عملت لحتى تتوقع احترامي اللي على الطاولة؟ مدام ما بيكفي وشهامتي قليلة على الطاولة معناها في عضو تاني رح يقعد معي على هالطاولة. يا ربي من وين طلعت بهالشغلة أرجومانت؟ مين؟ ها؟ مين يلي رح يكمل نقصك؟ مين؟ خليه يجي يقعد معك كمان، مين؟ أنا اللي بقوله هاد هو إن شاء الله السي آي اي بذاتها تقعد، عن جد خليها تقعد. ها؟ إذا نحن قبلنا طلبك خضر وابنه رح تطلق سراحهم وفورا كمان. ابنه لا، هو والسي آي اي وداود ما دخلني فيهم، بس بيتركوه لخضر. أنت طلبت شغلتين وأنا بدي الاثنين. الياس بلش مساومة يا أخي بهالأسلوب، بياخد واحد من الاثنين. بالنيابة عن الطاولة بتقبل اللي قلته يا المز؟ ايه بقبله. هاد الشي مانو مقبول لأنه تصويتك أنت بالرفض ماله أهمية، هيك قال يلمز قبل شوي. موافق اقعد على الطاولة. خبر أصدقائنا مارت وخليهم يطلقوا سراح خضر، اللقاء انتهى. يلا الياس. أرجو مارت بيك، إذا صار وما إجا ابن أخي مع أخي كمان رح أقتلكن وأشرب من دمكن، وعد. ما بدي تصير قلة أدب عطاولتي. يلمز خبره لأونال بهالشي. بس تيجي انت بنفسك وقتها فيك تخبر الرئيس خضر هذا الشي، زعيم الطاولة الرئيس خضر. Thank you.